هتاخدوا 3 كوبايات من السميد او 3 معايير من السميد الناعم بتاع البسبوسة. كل 3 كوبايات هنحتاج لهم 1.5 كوباية من السكر وكوباية زبادي وخمس معالق من السمنة لست معالق حسب ما انتوا عايزين. فاضل بقى اضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بنخلط المكونات دي مع بعض. هننزل بالبسبوسة بتاعتنا والخلطة بتاعتنا وهندهنها كده او نفرشها في الصينية بالشكل ده ونبتدي نتفنن شوية في البسبوسة بتاعتنا. هجيب اللوز لانه البسبوسة ما تحلاش غير باللوز. هندخل دلوقتي البسبوسة بتاعتنا للفرن على درجة حرارة 180 مدة 35 ل 40 دقيقة.